رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن الدخان، أيا باغي الخير أقبل. تعد في الدراسات الاجتماعية للتوقف أو للتخلص من أي عادة سيئة نحن بحاجة لما لا يقل عن 30 يوم، فرمضان فرصة ذهبية. عدا عن ذلك سوف يصوم المدخن أكثر من 15 ساعة، إذن هو متوقف عن التدخين 15 ساعة. هيا دعنا نساعدك للإقلاع عن التدخين ونكلل هذه التجربة بالنجاح، حيث أن التوقف عن التدخين لساعات طويلة سوف يعرضك للأعراض الانسحابية، وسوف تفكر أنك بتقلل هاي الأعراض السحابية أن بعد الإفطار بتتناول كمية كبيرة من النيكوتين، ولكن الفرصة الأفضل أنك أنت تقدر تكمل التجربة بالإقلاع عن التدخين عن طريق استخدام الأدوية، عن طريق الاستشارة الطبية، فهي فرصة ذهبية للإقلاع وليس من الصعب جدا، لأن كل مدخن له في العام ما لا يقل عن 3000 محاولات للإقلاع عن التدخين، فاجعل هذه المحاولة ناجحة جدا وابدأ الإقلاع في بداية رمضان.